إيران لعبت بالنار بشكل كبير وخطير مع الولايات المتحدة الأمريكية في البحار والمحيطات، وكان من الممكن أن نكون في موقف مختلف الآن لو كان هنالك ردة فعل من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا طبعا الحادث كله صار مع حاملة الطائرات الأمريكية المهمة USS Essex، وأصبح وهذا كل الأمر صار قبل أيام قليلة من يومنا هذا. وطبعا تفاصيل هذا الموضوع بالنسبة لما جرى مع USS Essex الأمريكية، هي كانت أساسا هذه USS Essex هي كانت موجودة في خليج عمان، وهي لا زالت موجودة في خليج عمان، وكانت أصلا لديها مناورات قبل هذه الحادثة في يوم 17/2021 مع حاملة الطائرات البريطانية اللي هي HMS Queen Elizabeth، واحدة من أهم وأغلى حاملات الطائرات على مستوى المملكة المتحدة، يصل مبلغها إلى 8 مليار دولار. وكانت هذه المناورات العسكرية التي تحدث بحسب الناشونال انترست جزء كبير من عدها هي قضية المناورات والتدرب على طائرات F-35 وتحديدا صنف اسم F-35B Lightning II، اللي هي طبعا تستطيع من اختراق الأجواء الإيرانية على سبيل المثال من دون أن تتمكن الرادارات الإيرانية من ضبط هذه الطائرة القادرة على القيام بالعديد من الهجمات مثل الهجمات السبرانية على سبيل المثال. وبالتالي بحسب الناشونال انترست كان هنالك نجاحا كبيرا في طبيعة هذه المناورات. ولكن في يوم 11/11/2021 USS Essex هي موجودة في خليج عمان من أجل حماية والأمن البحري والملاحي الذي دائما ما تديره الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، جاءت مروحية إيرانية مباشرة تابعة إلى البحرية الإيرانية بشكل خاص لتقترب بشكل خطر وسريع على USS Essex. وكانت عملية الاقتراب خطيرة جدا، فيها مخاطرة كبيرة من الإيراني فيما ممكن كان أن يحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك إذا ما شفنا الفوتج لهذا الموضوع وبهذا الشكل كانت تقترب المروحية وكانوا يصورون بشكل واضح جدا، وكانوا حتى على يعني منخفضين جدا مع المياه في خليج عمان على تقريبا ارتفاع 3 متر بحسب تصريحات البنتاغون، واقتربوا على مسافة 25 ياردة من هذه الحاملة الطائرات الأمريكية المهمة التي لعبت أدوارا كبيرة في الحرب العالمية الثانية، وهي تعتبر الباك بون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، يعني العمود الفقري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اقتربت بشكل كبير جدا على مسافة 22.5 متر، وكذلك ظلت تدور واستمرت بالدوران على هذه الحاملة لثلاثة مرات، هي ظلت تدور بهذا الشكل، وهذه ناقلة نتحدث عنها أو حاملة للطائرات عفوا، هي يصل طولها إلى 820 قدم، يعني طويلة للغاية، نحن نتحدث عن 250 متر تقريبا لهذه حاملة الطائرات الأمريكية. وكان من الممكن وكان من حقها الدفاع عن النفس وتدمير هذه المروحية الإيرانية طبعا القادمة إلها، من حقها أن تقوم بهذا الأمر وسحقها بالكامل، ولكن كان ممكن أن نكون في موقف مختلف الآن، خاصة أن هذه المروحية لو لاحظنا وركزنا في طبيعة من كان موجودا فيها مو شخص أو شخصين أبدا، كان العدد لا بأس به من الموجودين، يعني من لقطات الفيديو اللي لاحظناها نلاحظ بأن هنالك شخص بهذا الاتجاه وشخص بهذا الاتجاه، هذه شخصين على يمين الهليكوبتر، وكذلك هنالك شخصان على الشمال بهذا الاتجاه مع المصور، ده نحكي على 5 أشخاص. كان من الممكن للبحرية الأمريكية أن تسحقهم بالكامل، تقضي على هذه المروحية وتقتل هؤلاء الخمسة جميعا، وما نشوف أصلا هذا الفيديو، وكان إحنا نكون في موقف حرب. هذه تحركات حربية، وهذا ليس كلامي بل كلام نورمان رول وهو مسؤول في CIA سابق يتابع هذه الأمور بدقة، قال بأنه إيران كانت تبحث عن الحرب رغم بأن الأمور الدبلوماسية هي مفتوحة والأبواب الدبلوماسية لها من أجل تحقيق الكثير من المنافع لإيران، وبالتالي وجد بأننا كنا على حافة الحرب. ولكن البنتاغون عندما علق على هذا الموضوع، رغم أن الفيديو نشر في يوم 13/11/2021 الحادثة يوم 11/11، هم علقوا على هذا الموضوع يوم أمس، يعني أخذ الموضوع يومين من عندهم حتى يعلقون. بالنسبة لجون كيربي المتحدث باسم البنتاغون كان هادئا تجاه هذه القضية، واعتبروا بأن هذا أمر غير مهني وانتقدوه تماما مما قام به طبعا الإيرانيون بهذا الشكل، ولكن في نفس الوقت هم متحوا الطاقم اللي موجودين وتحديدا قائد حاملة الطائرات الأمريكية USS Essex بأنه كان هم هادئين وكان هو هذا الأفضل بالنسبة للطاقم الموجود في حاملة الطائرات الأمريكية بكل تأكيد. وهذا الهدوء الأمريكي الذي قد يبدو لنا بأنه ضعف كبير جدا، في نفس الوقت
واضح الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي على الكثير من المكاسب اللي حققتها مع إيران في الفترة الأخيرة. أهم هذه المكاسب هو الموعد اللي حققوه للعودة إلى المفاوضات النووية في يوم 29/11/2021. يعني لو ضربوا هذه الهليكوبتر والمروحية التي اقتربت بهذا الشكل الخطير من USS Essex كان من الممكن لهذا الموعد أن ينتهي وتغلق المفاوضات النووية، وإيران قريبة من التخصيب العالي وقريبة جدا من القنبلة النووية، كان ممكن أن تخصب إلى 90% وتصل إلى القنبلة النووية، ونرى ظروفا مختلفة جدا وتدخل لإسرائيل وظروف لا تحمد عقباها لو تم الرد وضرب هذه المروحية بكل تأكيد. لذلك هذه واحدة من المكاسب المهمة جدا، خاصة وأن بايدن يوم أمس كان أيضا لديه لقاء مهما virtual meeting، لقاء افتراضيا بهذا الشكل ظهر مع الرئيس الصيني رغم كل العداء والتصريحات الخطيرة بين الطرفين وتحديدا من بايدن تجاه الصين، إلا أن الأمور يعني تبدو حميمة، تبدو جيدة، تبدو بأن الطرفين ويبدو بأن الطرفين متفقين على الكثير من التفاصيل التي جرت، وأهمها في هذا الأمر هو التفاصيل الإيرانية التي لم تأتي بشكل رسمي من طبيعة هذا اللقاء، ولكن كان قبل 3 أيام تقريبا أو يومان من هذا اللقاء الذي جرى بين جو بايدن والرئيس الصيني، كان هنالك بيانا من البيت الأبيض على طبيعة تخفيض شراء النفط من إيران بشكل عام. في بيان واضح جدا قال هنالك ما يكفي من إمدادات النفط إلى العالم كله، وبالتالي واضح جدا بأن هنالك اتفاقا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تخفيف شراء النفط من إيران، وهذه مشكلة بالنسبة لإيران وتحديدا في المفاوضات النووية التي ستعطي مكاسبا كبيرة لجو بايدن إلى أن نوصل إلى يوم 29/11 وستخضع الإيرانيين كثيرا. هذا هو الهدف، جعل ضغط كبير جدا. كذلك أنه بايدن فجأة وجد نفسه الآن في موقف جميل جدا قد لم يضع حساباته، ألا وهي قضية نجاحات على مستوى ملف كان من المفترض أن يناقش بعد العودة للاتفاقية النووية، ألا وهي قضية الميليشيات. يعني هذا الشخص الذي ترونه أمامكم اللي هو جواد غفاري، وهذا طبعا هو الرجل الأقوى، واحد من أقوى الشخصيات الموجودة الإيرانية وكبير المستشارين الإيرانيين في سوريا، بل هو يعتبر الشخص الأقوى على الإطلاق من الإيرانيين الموجودين، هو اللي يأمر وينهي في الكثير من التفاصيل. البعض من محبيه يسموه المحرر، ومن ينتقده بشكل كبير جدا يسموه جزار حلب. بغض النظر عن التوصيفات هذه اللي موجودة، إلا أن جواد غفاري وبهذه الصورة التي نشرتها طبعا صدى الشرقية تؤكد بأن هذه آخر صورة إلا للرجل في ألبو كمال، وهو كان موجودا في نفس التاريخ للحادثة التي تحدثنا عنها الآن، كان في 11/11/2021 هو موجودا في ألبو كمال، وهذا الرجل لم يكن موجودا من أجل احتفالية أو شيء من هذا القبيل، بل أن الرجل انتهت مهامه بشكل رسمي، لم تنتهي من قبل الإيرانيين بشكل مباشر أو برغبة إيرانية خالصة، لا أبدا، بل أن الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي تحرك في هذا الموضوع، كتب رسالة مباشرة الرئيس السوري إلى القيادات الإيرانية وطلب منهم إنهاء مهام هذا الرجل جواد غفاري، وأنه بعد هم ما محتاجين لسبب مهم جدا شرحته وشرحت كل تفاصيل يوم أمس المونيتر بمعلومات خاصة تحصلت عليها بأن جواد غفاري يسبب الكثير من المشاكل إلى النظام السوري الذي يقوده بكل تأكيد الرئيس بشار الأسد، وبالإضافة إلى ذلك أنه أصبح هذا الرجل أيضا مشكلة، جواد غفاري مشكلة للروس أيضا، الروس أيضا معترضين عليه، وبالتالي طلب بهذه الرسالة بحسب المونيتر بشار الأسد من إيران، خلوا العلاقة طيبة وابعدوا هذا الرجل لأنه الترتيبات الآن اختلفت، وهذا اللي قالته واللي ثبتته المونيتر على هذا الأساس. شوف شنو اللي قالته، قال مصدر سوري رسمي إلى المونيتر شريطة عدم الكشف عن هويته أصبح عبئا، يقصدون جواد غفاري، لقد تغير الوقت وما زال يريد التصرف وفقا لقواعد الحرب التي أوشكت على الانتهاء. والقرار لهذا الرجل الذي صدر هو لم يصدر مثلا بشهر 11 أو قبل 11/11 مثلا، ممكن صدر يوم 15/11 على سبيل المثال، لا أبدا، هو صدر الشهر الماضي، منتصف الشهر الماضي، منتصف شهر 10/2021، أي بما معنى أنه هو صدر هذا القرار بحق هذا الرجل قبل أيام قليلة من الهجوم اللي صار على قاعدة التنف في هذا الشكل من قبل الفصائل الموالية لإيران التي ضربت هذه القاعدة بكل دقة بهذا الشكل، وكذلك قبل 3 أسابيع فقط من زيارة وزير الخارجية الإماراتي بهذا الشكل ولقاء برئيس سوريا بشار الأسد في ترتيبات جديدة جدا لطبيعة المنطقة. وبالتالي واضح جدا
بأن إدارة بايدن لا تريد التضحية بطبيعة المكاسب التي حققتها من هذه المستويات التي نتحدث عنها، وقد يكون هذا مبررا كافيا لسبب عدم ردهم على الإيرانيين وعلى هذا التحرش الواضح والاستفزاز الواضح للبحرية الأمريكية.